في الأيام الأخيرة أشعلت ليسا مواقع السوشيال ميديا بصورها المدهشة، وحاليا لا يمكن لمستخدمي الإنترنت التوقف عن التحدث عن شكل جسم ليسا المثالي. فبالأمس نشرت ليسا صورة سيلفي في المرآة وصدمت الجميع، والسبب كان عضلات بطنها خصوها الصغير بالإضافة إلى أفخذها الكيرفي. وقد أكد مستخدمي الإنترنت الكوريون عبر ويبو أن جسم ليسا فريد جدا من نوعه ومميز، وأنها نموذج مثالي لعارضة الأزياء النحيفة ولكن بشكل صحي. فما كان مدهش حقا كيف تعتني ليسا بجسمها الذي يبدو رائعا على الرغم من أنها نحيفة. وفي أخبار أخرى، قبل عدة أشهر كانت مواقع السوشيال ميديا في حالة من الإثارة، والسبب كان حضور كوكو عضو بي تي إس حدث كيلفن كلاين بالتعاون مع جيني كسفير عالمي لهذه العلامة التجارية. وفي ذلك الوقت تعاونت جيني مع هذه العلامة التجارية لإنشاء مجموعتها الخاصة، وحينها انتشر مقطع فيديو لجيني وهي في نفس الغرفة مع كوكو ولكن بشكل منفصل. ومؤخرا انتشر مقطع جديد لجيني وهي تحيي رجل يشبه إلى حد كبير كوكو في هذا الحدث، بدءا من تصفيفة شعره وحتى ملابسه المميزة. ولكن ظهر بعض المعجبين وأكدوا على أن هذا الرجل لم يكن جي كي، لأن رأسه ليس مدبب كما هو في المقطع، وأن زاوية التصوير كانت السبب في سوء الفهم. ولكن حتى الآن لا أحد يعرف إن كان هذا الرجل بالفعل هو جي كي أم مجرد شبيه له. فما رأيك أنت؟ وفي أخبار أخرى، تعاني وكالة وجي حاليا من وضع صعب ومحرج بسبب جميع أعضاء بلاك بينك. فقبل يوم واحد صرحت وكالة وجي بأن أعضاء بلاك بينك لديهم قرارات مختلفة في تجديد العقد، ولكن وكالة وجي تعمل بجد كبير من أجل محاولة إرضاء كل عضو ومن أجل الموافقة على تجديد العقد ولكي يستمروا في كونهم مجموعة واحدة. فحاليا نحن على بعد أسبوع واحد من معرفة مستقبل بلاك بينك، ولكن ما هو مؤكد إن كانت هناك وكالة وجي أم لا فإن الفتاة ستستمر معا ولن يكون هناك أي تفكك. ابقوا معي للمزيد من الأخبار، ولا تنسى الاشتراك في قناتي من أجل معرفة المزيد عن أخبار بلاك بينك. أراكم في المرة القادمة.